سلام عليكم. سألت عدد من الأطباء الزملاء والأصدقاء المغتربين خارج بلادهم ما بين شرق وغرب، أغلبهم في أوروبا وأمريكا وكندا، عن أكتر حاجات مفتقدينها في الغربة أو أكتر حاجات في بلادهم مفتقدينها بره. والإجابات ما كانتش إجابات تقليدية اللي هو بس أهلي وحشني والأكل المصري وحشني، ولكن تعالوا نشوف فعلا إيه الحاجات اللي بيفتقدوها، علشان لو حضرتك سواء انت بره وبتفتقد حاجات ما تحسش انك لوحدك، او لو حضرتك بتفكر تسافر بره بلدك، تعال شوف الناس بره بتفتقد ايه الاول، عشان تفكر كويس هل انت عايز تبقى زيهم، مستعد تضحي باللي هم ضحوا بيه ولا لا. تعال نشوف قالوا ايه. هم حاجتين اكوي بوتنت، او يعني الاولانيه صحبه صالحه لبناتي، صحبه مسلمه صالحه لبناتي. والنقطة التانية إن أنا فعلا مفتقد صوت الأذان في الجوامع، يعني نفسي أسمع صوت الأذان في الجوامع. أعتقد طبعا يعني ناس كتيرة جدا هتجاوب، هتقول الأهل والأصدقاء، وهو طبعا يعني دي أهم حاجة، يعني الأهل ثم الأهل ثم الأهل. الناس اللي ما بتعرفش تجيب أهلها معاها أو تاخدها معاها في الأماكن اللي هي بتسافر لها، بالتأكيد دي بتبقى أكتر حاجة بتربطك دايما بالبلد اللي أنت جاي منها. يعني تاني حاجة بالتأكيد الأصدقاء. لو هنحاول نخرج شوية بره الحتة ديت، فأعتقد إن الحاجات اللي الواحد مفتقدها مش بيلاقيها هنا لحد دلوقتي، يعني مثلا حاجات زي محلات عصير القصب. فكرة عصير القصب ده مش متوفر هنا بالطريقة ديت. يمكن الحاجة التانية برضو القعدة على القهاوي، ماتشات دوري أبطال أوروبا، دي من الحاجات اللي الواحد فعلا مفتقدها جدا. ويمكن السبب إنه تحديدا في أمريكا الماتشات دي بتتلعب بالنهار، وبالتالي مفيش فرصة إن الناس تقعد تتجمع عشان يشوفوا الماتشات سوا. أكتر شيء مفتقد وبعيد عن بلدي هو الدفء. ممكن الكلمة تبدو رومانسية لبعض الناس في بعض الأحيان، لكن في الحقيقة لا، الموضوع مش كده خالص. احنا عايشين هنا في الغرب في مجتمع تعاقدي. المجتمع التعاقدي دوت يعني العلاقة فيه بين الناس وبين بعضها هي علاقة عقد، انت تعمل اللي عليك وانا اعمل اللي عليا، بعد كده مفيش. لكن مفيش غير قليل جدا 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 خدمات بتتقدم بالمجان. كل حاجة المفروض ان هي ليها شكل معين من الشكل الواضح جدا، ودي ميزة في بعض الاحيان، لكن بعد شوية بتكون عيب، وبتكون عيب مش سهل، بتكون عيب كبير جدا. في بلادنا في الشرق عموما في حاجة اسمها المجتمع التراحمي. المجتمع التراحمي اللي هو بيقدم حاجات كتيرة جدا خارجة عن نطاق التعاقدات، لكن هي بسبب ان احنا بشر وعايشين مع بعض. انا برضو مقصودش انه هنا الدنيا ناس عايشة وحوش في بعضها، بس لا، هنا الدنيا مختلفة تماما. اكبر مثال انا شفته في حياتي كان وقت الكورونا. انا كنت مسؤول عن وحدة الكورونا مع زميلتي، وبكل بساطة أقدر أقول لك إنه كان في ناس زملاء كتير ما بيه يعني رفضوا في لحظة من اللحظات بشكل غير مباشر إن هم يشتغلوا في وحدة الكورونا. أنا خايف على نفسي، ولما كنا بنقول لهم إن إحنا عندنا التزام قيمي والتزام أخلاقي باعتبارنا دكاترة إن إحنا نعالج الناس، كانوا بيقولوا لأ، إحنا التزامنا الوحيد هو لنفسنا ولأسرنا، وأي حد تاني إحنا ما مش ملتزمين بأي حاجة. في قرى صغيرة في مصر كانت الناس كانت بتبدأ تعمل مجموعات متطوعة علشان تعالج الناس اللي عايشة لوحدها في الكورونا، أو اللي ما تقدرش تعالج نفسها، معرضين نفسهم للخطر، بيدفعوا من جيوبهم، بينطلقوا من ده من منطلق قيمي محض ليس من وراءه أي نوع من أنواع التعاقد. ولذلك الدفى والحياة داخل المجتمعات التراحمية هي أكتر حاجة أنت ممكن تفتقدها لو عشت في أوروبا. قلت سي حاجتين، أول حاجة طبعا الأهل والصحاب. الحمد لله ربنا كرمني بأحسن أهل وأحسن صحاب في الدنيا، ولكن مع بعد المسافة وفرق التوقيت التواصل غصب عني وغصب عن أي حد بيقل جدا جدا، فده بيؤدي العلاقة لسه قوية ولسه إحنا صحاب وكل حاجة، بس بيؤدي إن قلة التواصل ده بتخلينا إحنا ننفصل عن الحاجات اللي بتحصل عندهم، وهم نفس الكلام. فالواحد بيفتقد طبعا إن هو يبقى عنده
السبورت سيستم، وكمان البراح ان هو يتكلم مع الناس اللي بيحبها واللي بتفهمه واللي بتدعمه زي ما هو كده، بتحبه زي ما هو. ففكرة الصحاب دي الواحد مفتقدها جدا. وطبعا في اي وقت الواحد بيفكر ان هو مثلا يزور مصر، الموضوع مش سهل خالص بسبب التكلفة العالية جدا جدا، خصوصا في حالة ان حد عنده عيلة، يعني اب وام واولاد، فالموضوع بيبقى صعب قوي قوي كمان ماديا. الحاجة التانية هي الفسح. فكندا بلد جميلة فيها طبيعة كتير حلوة، ولكن فرص الفسح فيها قليلة، والطبيعة بتاعتها مختلفة عن الطبيعة اللي أنا بفضلها، زي مثلا وجود بحر مالح مش بحيرات وشواطئ، ويعني الفرايتي الموجودة في مصر للفسح كبيرة جدا جدا وممتعة، وكمان سعرها يعتبر معقول مقارنة بهنا. طبعا هنا أي فسحة بتتكلف كتير جدا، ولو فسحة تتضمن مثلا ان الواحد يقيم في فندق، يسافر حتة تانية ويقيم في فندق مثلا ويعمل شوية نشاطات هناك، ويحاول يروح البيتش اللي هما يطلق عليه بيتش ولكن هو مش بيتش زي اللي في مصر خالص، الموضوع ممكن يخش في يعني في 1000 او اكتر، وحسب طبعا عدد الاسرة. فده بيخلي الواحد الى حد ما في بعض الأحيان مخنوق، يعني نفسه الواحد نفسه يتفسح فسح حلوة زي اللي كانت متاحة في مصر، بس مش بيعرف يعملها، فبيضطر ان هو يعني يروح للحاجات الليميتد اللي تقدر تفيد في البادجت بتاعتي. يعني أكتر حاجة مفتقدها في مصر هي طبعا هيكون الأهل يعني، والأصحاب برضو، زمايلي من أيام ثانوي أو من أيام الكلية أو كده. دي حاجة طبعا كويسة، يعني دي حاجة المجال البعد الاجتماعي ما بيتعوضش في الغالب هنا، وفي الغالب مهما كان ان الواحد على تواصل سواء بالفيديو او بالمكالمات او كده بيختلف الموضوع عن ان يكون الحاجة موجودة فيس تو فيس. بالنسبة للأسرة اكتر حاجة انا مفتقدها لان اولادي مش متعرضين ليها هي الأذان. دي حاجة من الحاجات الصعب انك تعوضها في الغرب مهما عملت. يعني انت ممكن تسافر تشوف اهلك يقولك، لكن اول مره ابني سمع اذان خارجي في شيفيلد في بريطانيا الولد اتخض، يعني هو ايه ده. فدي كانت حاجه سيئه. وطبعا ما يتبع ذلك من ان انت موضوع يوم الجمعه في صلاه الجمعه دي برضو ايه حاجه دينيه، لكن اصبحت حاجه اجتماعيه، حاجه كالتشرال موجوده في وسط الناس في الكالتشر المصريه، ودي مش موجوده هنا للاسف. عدا عن ذلك تقريبا كل الموجود هناك موجود هنا. يعني انا من الدكاتره القلائل اللي لما كنت خارج كنت عارف ان انا مش زي ما كان دكتور محمد زميلنا بيقول ان الواحد خارج سنتين وهيرجع، انا كنت عارف ان انا خارج ومش هرجع، وهي دي العقليه اللي تخلي الواحد يقدر يخش تخصص غريب ملوش سوق في مصر زي طب الاسره مثلا. لو عارف ان انا هروح وهرجع اكيد كنت هدخل حاجه تانية تخصصيه. يعني يعني اقدر اقول ان اكتر حاجه افتقدتها بعد ما سافرت طبعا هم اهلي يعني، وتاني حاجه صلاه في المسجد، ان الواحد بعيد عن المسجد مش سهل ان الواحد يصلي كل صلوات في المسجد. يا رب يكون فيديو ممتع ومفيد. لو حضرتك حبيت النوعيه دي من الفيديوهات، فاتمنى ان فيديو من الفيديوهات ديت يكون فيه حاجه تعجب وتفيد حضرتك. ولو عندك سؤال تحب نساله للزملاء اللي استضفناهم او اي مجموعه اطباء تانية من اللي يحبوا يشرفوني، لو عندك سؤال ممكن يفيد الناس يا ريت تكتبه لنا في التعليقات، وان شاء الله احاول اساله لمجموعه من الاطباء في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.